النهارده تم الاعلان عن فحص وتقديم التوعيه ل 33 مليون و827 الف و901 امراه ضمن المبادره منذ اطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى الان، الى جانب متابعه 7 مليون و783 الف و715 امراه من خلال خدمات اعاده الفحص والمتابعه الدوريه السنويه ضمن المبادره. المزيد عن هذه المبادرة بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام. برحب بحضرتك يا دكتور نيرفانا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية، ما الذي تعكسه الأرقام الرسمية المعلنة بشأن فحص وتوعية السيدات بأورام الثدي؟ هي الحقيقة المبادرة بدأت في 2019، على مدار 4 سنين قدرت أنها توصل زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالتوعية والفحص لأكثر من 33 مليون سيدة، لأن فكرة المبادرة الرئاسية وأن في وعي للدولة المصرية بأهمية الاكتشاف المبكر، لأن يعني الاكتشاف المبكر للأورام عموما وبالأخص لسرطان الثدي بيساوي الشفاء التام. فبالتالي كان رؤية الدولة ان احنا نبدأ ان احنا نوجه السيدات لأهمية الفحص الدوري للاكتشاف المبكر، اللي بالتالي هيرفع نسب الشفاء التام لفوق 90%. فطبعا قدرت المبادرة في خلال الفترة دي ان هي تشوف عدد كبير من السيدات، وغير كده انا يعني احنا كلنا كأطباء أورام شايفين الوعي بتاع السيدة المصرية في الفترة دي لأهمية الفحص الدوري حتى في عياداتنا الخاصة. يعني بقينا بنشوف السيدات بتيجي تكشف أول ما يبقى في ألم في الثدي، أول ما يبقى في أي أعراض بتتوجه فورا إن هي تروح تكشف، وده ما كانش الوضع زمان. فإحنا في خلال حتى الفترة دي تقريبا تم اكتشاف حوالي 16750 أو فوق الرقم ده كمان حالات موجبة بالفعل لسرطان ثدي، وتم علاجهم وفق بروتوكولات المبادرة. يعني طيب، من خلال تحليل هذه الأرقام اللي موجودة معانا، هل في محافظات نسب الإقبال فيها أكتر من المحافظات الأخرى؟ شايفة القصة دي إزاي يا دكتور؟ هي المبادرة موجودة في 27 محافظة، وتقريبا يعني كل محافظة هي فيها مركز أو قسم علاج أورام. هدف المبادرة كان الرئيسي كان المساواة بين المواطنين، بمعنى المساواة في التشخيص والعلاج، تقديم الخدمة يعني لكل المواطنين بنفس الكفاءة نفس الشكل بالظبط. وده اتعمل عن طريق ان نفس الخطوات اللي بتتبع زي بعض في 27 محافظة، سواء كان فحص اولي وبعدين فحص متقدم. والاهم كمان ان البروتوكولات العلاجية، ودي حاجة الحقيقة احنا فخورين بيها، هي البروتوكولات العلاجية الموحدة. بمعنى ان الخطة العلاجية للمريضة سواء جت القاهرة، جت اسكندرية، جت اسيوط، جت ايا كان المكان، فهي هتتعالج بنفس الخطة العلاجية ليها وفقا للمرحلة، وفقا لعرضها طبعا على الأطباء ووضع الخطة العلاجية، لكن هي بروتوكولات موحدة. موحدة، ولو في تحديث بيحصل بشكل متكامل على كل محافظات مصر. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن سؤالي يعني ده جانب أداء الدولة أو وزارة الصحة. المواطنين طبعا، هل في اختلاف بين محافظات مثلا القاهرة عن الأقاليم، عن الصعيد، عن وجه بحري؟ لا، نسب زيارة بدأ يزيد في كل طبعا، يعني على حسب طبعا يعني الكثافة السكانية، ولكن كوعي وكتردد لا، يعني الترددات في كل المحافظات كويسة جدا. لو كلمتنا يا دكتور عن عمليات التدريب المستمر للأطباء والعاملين داخل هذه المبادرة. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا في المبادرة ان فعلا زي ما حضرتك بتقول ان في تدريب مستمر لكل العاملين، من اطباء لمدخلين بيانات للناس اللي بتتعامل مع المترددين، بحيث ان كل الناس تبقى تشتغل بنفس الكفاءة، كل الناس تبقى فاهمة كويس اللي مطلوب منها. فده بالتالي انعكس على الاداء جوه الاماكن اللي بتقدم الخدمة للمبادرة. سؤالي الأخير يا دكتور نيرفانا، بعد هذه الفترة من تدشين هذه المبادرة، حضرتك كمساهمة كبيرة فيها بتقيمي الفترة اللي فاتت إزاي؟ هل راضية عن المردود لحد النهاردة ولا بنطمح للأفضل؟ شايفة القصة إزاي؟ شايفة الحقيقة اللي حصل نجاح كبير، يعني شايفة إن هو نجاح يعني كل يوم كان بيزيد، وحتى إحنا بنقول إن الترددات في خلال الفترة اللي فاتت كانت بتفوق اللي إحنا
كنا متوقعين. ومستمرين ان احنا دايما بنوجه السيدات وان هي تتوجه انها تعمل الفحص الدوري، انها دايما تفحص نفسها، انها دايما التوعية ليها ولولادها. والمبادرة الرئاسية مش هتبقى بس ان شاء الله لسرطان الثدي، بإذن الله تباعا هتبقى للأنواع المختلفة من الأورام، لأن ملف الأورام هو محطوط في أولويات الصحة في الفترة دي ومن الرؤية بتاعت 2030 إن شاء الله. ممكن هو حضرتك بتتكلم عن 2030، الرؤية كلها 2030 هو بناء الإنسان، الصحة والتعليم. بالظبط كده، بالظبط كده. وزي ما بقول لحضرتك ملفات الأورام محطوطة في الأولوية، وده لأن احنا يعني فخورين إن الدولة فعلا هي مدركة أهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لتقليل نسب الحالات اللي بتيجي في مراحل متقدمة، وإن كل العينين نحاول على قد ما نقدر أو كل المواطنين نحاول إن هم يجوا في مراحل مبكرة عشان نوصل اليوم للشفاء التام بإذن الله. بإذن الله ربنا يشفي كل الناس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتورة نيرفانا حسين مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، كنت معايا هاتفيا من القاهرة.